Dua for the advancement of reward during the funeral prayer. اللهم أعذه من عذاب القبر. اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا.